كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي يتجاوزون هذا الغضب عن غضبهم بالصفح والعفو. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: لا تغضب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، فقال: لا تغضب، فردد مرارا فقال: لا تغضب، أي حاول أن تجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما هو جالب له. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، هذا الحاكم والقاضي والإمام والمصلح بين الناس، هذا ليس له أن يحكم ويفصل في المسائل وهو في حالة غضب، لأنه يخرجه عن الصواب، قد يظلم وقد يحكم بغير الحق وقد يخطئ. أيضا من المسائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. ما معنى هذا الكلام؟ الإغلاق فسره بعض العلماء بالغضب، وفسر أيضا بالجنون، وفسر أيضا بالإكراه. الغضب يؤدي إلى الجنون. نعم، ويؤدي أيضا إلى الإكراه، وكلها يصب في مصب واحد. صحيح. نعم، لا طلاق في إغلاق، وكأن هذا الرجل أغلق قلبه فلا يدري، لا يدري ما يتلفظ ولا ما ولا المقصود من كلامه وعباراته، فهو لا تصرفاته. يعلم. نعم، أغلق عليه كالمخمور. نعم، تغطى عقله. أيضا من الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني ليس الشديد والقوي هذا الذي يضرب ويصرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، لأنه تغلب على هواه. من يتحكم في أعصابه. تحكم، نعم، وتغلب على هواه. لهذا هذا دليل على أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو.